عندس مرمى البرشلونة السابق ب 126 جول. كرة جول، كرة جول، إيطاليا جول، وإيطاليا الأفضل، إيطاليا الأفضل تستحق أن تسجل هدف المباراة الأول بتمريرة غاية في الروعة. التمريرة تكتمل والكرة في الشباك تصل لمرمى المنتخب الإسباني. إيطاليا تتقدم عن طريق ريكاردو مونتيليفو. شوف التمريرة بهذه الصورة الجميلة بالفعل، يا سلام من كريم، لكن استخدم العقل، استخدم الدهاء والذكاء ووضع الكرة في مرمى الكبير كاسياس لأن تستقر في الشباك. إيطاليا تترجم الأفضلية إلى هدف المباراة الأول، ويكون في الموعد ريكاردو مونتيليفو اللي ما عنده ولا هدف في مشواره مع النازوري الإيطالي، ولكنه اليوم يسجل أول أهدافه في مرمى من؟ في مرمى بطلة العالم. وكازولي عالية وللأمام، وهذه خطيرة، والمطالبة بضرب جزاء موجودة، موجودة، نعم العالية من كازورلا، وبعد ذلك أعتقد في دفع من جانب أكليني على يورينتي. يعني مو واضحة في اللقطة الماضية، لكن ستكون أكثر وضوحا إذا أعيدت من زاوية قريبة. ربما ضرب جزاء، تشافي ألونسو موجود، وبوفون في المرمى موجود. 36 دقيقة، هل تعود إسبانيا؟ يتقدم ويسدد، جول، جول للمنتخب الإسباني. إسبانيا تتعادل بضرب جزاء، يترجمها تشافي ألونسو إلى هدف التعادل، وبالتالي شوف في الزاوية الخطيرة لأباجيني، التسديدة موجودة، استدت، جول، الله، البديل أكويلاني، أكويلاني قبل النهاية بسبع دقائق يأتي بالفوز لإيطاليا. أكويلاني يتقدم ويسدد، وبمساعدة الدفاع الإسباني الكرة تغير مكانها، تغير اتجاهها، تغير طريقها. شوف شوف اصطدت في المدافع وخادعت بالدس وكانت في الشباك، بالتالي هدف آخر، هدف ثاني لإيطاليا. وأكويلاني، أكويلاني يتقدم الآن ويعطي إيطاليا فوز.